أي تاجر لا يستطيع أو لا يضع هذه الكمامة هو والعمال تاعو سوف نتم غلق دكان، والتاجر هو يخير بين لقمة عيشه بين ماله وبين حمل الكمامة. بالنسبة لوزارة التجارة، التاجر مجبر إجباري في أي نشاط قانوني مسموح به مجبر على حمل الكمامة هو الموظفين تاعو العمال تاعو. لن نتسامح ابتداء من يوم الأحد في ولاية وهران، لن نتسامح مع أي تاجر يقوم بالإخلال بعدم التقيد بوضع هذه الكمامة.